السلام عليكم، الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم يا رب. حابب أورجيكم سيربرايز، المفاجأة اللي كنت وعدتكم فيها وقلت لكم عليها. هون هلأ برنامج صممته إن شاء الله بيعطينا المعلومات تبع الكليرنس والمتبقي من التورك، الانكليشن، الانكلينيشن، انجوليشن، الروتيشن اللي بتكون موجودة بالبراكت تبعا للسلوت تبع البراكت وتبعا للسكشن تبع الواير. يعني هلأ نحن حنشوف، انا طبعا حنزل هذا البرنامج بإذن الله تعالى على مجموعات الواتساب وعلى قناة التليجرام ان شاء الله، قناة ومجموعة التليجرام حيكون موجودين بإذن الله تعالى. هلأ نحن حنعمل بس ديمونستريشن، عرض سريع للبرنامج. نحن البيانات اللي بيتم إدخالها هي فقط في المكان الرمادي، وبالنسبة لنا الأبيض هي كلها معادلات بيتم إجراءها أوتوماتيكيا بالبرنامج، والنتيجة اللي بنحصل عليها هي اللي باللون الأصفر اللي هي الريدكشن، التقصير بعدد الدرجات اللي بدنا إياها، والكليرنس، القيمة الصافية من الانكلينيشن والانجليشن والروتيشن اللي ممكن نحصلها بالبراكت. طبعا مع الوضع بعين الاعتبار مثل ما ذكرت لكم هون موجود عندنا ملاحظة: Noting the added reduction is the of the manufacturing method MIMCNC with the deformation caused by frequent wire changes and the reduction due to friction during traction movement plus forces moment undesirable additioning the bond density. إذا هدول كلياتهم عوامل مضافة كمان بتساوي reduction with the depth of the of bracket and presence of clip clips in self ligating system noting that the wire is sealed within the bracket. لازم يكون مختوم بشكل كامل لحتى نتأكد انه النتيجة الموجودة عنا هي كاملة. طبعا مجموعة حسابات كلياتهم الرموز نزلت لكم ياهن اللي هن تيتا النتيجة النهائية اللي هي نتيجة طرح تيتا 1 ناقص تيتا 2 تيتا 3 ناقص تيتا 4 تيتا 5 ناقص تيتا 6 واللي هي بنتيجة المعادلة بتكون عبارة عن اجتماع عدة قياسات من الساين الساينوس اللي بتكون ناتجة عن الـ HB الـ High تبع Bracket والـ Width تبع Bracket. موجودين كلياتهم L1 L2 L3 موجود عنا الـ كمان الـ Depth تبع الواير والـ Height تبع الواير، فكله موجود عنا بالرسم واللي هي موجودة عنا هون. فخلينا نقول نحن هلأ لنفترض انه عاملين الواير هو 16 22 على سلوت 18 وطبعا الديبث هي 28 وعرض البراكت هي 0.14 العرض من الانش. طبعا البيانات كلها تبدأ يكون ادخالها بالانش. وبالنسبة لنا طبعا عندنا الانكلينيشن هي 17 اللي هي تبع الان بي تي، الانجليشن 10 والروتيشن 5، فبتكون عندنا النتيجة هي مثل ما نحن شايفين الريدكشن بيكون عندنا بالانكلينيشن 5 درجات، بالانجليشن 0.8، بالروتيشن 2.4، والنتيجة النهائية من ال 17 بنحصل 11.5، من ال 10 بنحصل 9 درجات، من ال 5 بنحصل درجتين ونص. الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم يا رب، وإن شاء الله تكون عجبتكم. تصبحوا على خير، السلام عليكم. Bye.